اهلا 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 وسهلا بيكم وبرنامجكم التاسع. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد مبارك على الكل. بقى وانا في رمضان اتكلمت على ثروه قوميه، كنز يجب مش بقى الحفاظ عليه، كنز يجب الاستثمار فيه بمنتهى القوة. قلت يا جماعة دي نصيحة خالصة لوجه الله، المنتجين يركزوا مع هذا الكنز، يا جماعة استثمروا في هذه الموهبة الفائقة المتدفقة غير الناضبة إلى آخره. أقول لك قبل ما أبدأ حوارنا مع ضيفي الرائع والعزيز والمبدع والنجم المتألق، إلهي يا رب يديم عليه التألق، خلونا نشوف كده إيه تجميعة المشاهد التي نطلق عليها في صناعتنا ويلكم كليب، منها هتفهم أنا بتكلم مع مين وعن مين وفي حضور مين، ونبدأ الكلام. يا أهل الفسطاط، اليوم عهد جديد، سنشيد ما استطعنا من بنيان. طيب أنا محتاج أراجع معاكم شوية معلومات عشان أتأكد بس إن أنا فاهم صح. وكم مرة انفعلتها أنت؟ عمال ما تتعبيش نفسك، مش مهم. اخلي يا محمد وأنا أغطيك. يا شريف حط لها البوسة دولفي في الشكمان. طيب ده له سبب من الاثنين مش هيخرج براهم. وما شأني؟ حمزة العيدي منور يا حبيبي، منور الشاشات، منور الأعمال الفنية، منورنا في التاسعة بجد بأمانة. ده أنا اللي متشرف إني معاك والله يا أستاذ يوسف، ومش عارف أشكرك إزاي على المقدمة الجميلة دي وعلى الفيديو اللي أنا معتز بيه جدا فوق ما تتخيل، وشهادة كبيرة وغالية والله العظيم، أقل ما يجب أن يقال ده بجد يعني. ربنا يعزك، وأتمنى أن ربنا يمد في عمرنا احنا الاثنين، وفي يوم من الأيام أقدر أقول أكتر من كده بقى، يبقى عندي مساحة أوسع في التوقيت أعرف بقى أقول. ربنا يخليك يا فندم. قبل أي حاجة أنا عايز أعرف تاتش وود، وما شاء الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الصوت الرخيم ده صوت عارف انت سوير دبلي يا ربنا يا رب يرحمها رب، تقول لك اهدى مذيع يا اخواتي، لا مذيع ايه ابعد من ذلك، ايه الصوت ده؟ والله الحمد لله ما شاء الله نعمة ربنا وموجودين نعمة ربنا طبعا، بس اكيد في وراه سر ما. والله انا اصلا جدي اللي هو عم والدي الحاج سعيد العيلي رحمه الله عليه كان مدير اذاعه القران الكريم، وكان راجل اذاعي كبير يعني. ووالدي كان بيمثل زمان في الجامعة، بس كان ممثل تخصص كوميدي يعني، بس وأنا لقيت نفسي صوتي عامل كده. طبعا بحاول أخففه، لأنه لما بحاول أشتري حاجة مثلا بتاع اللي بيبيع بيفتكر أن أنا بتخانق معاه يعني، مثلا عايز كيس شيبسي فيقول يا عم بالراحة، فيه يا عم حبيبي أنا صوتي كده، أنا والله مولود والله يعني. بس فالحمد لله يعني كرم ربنا والله، يعني جد قرآن كريم إذاعي، الوالد كان بيمثل كوميديا في الجامعة. إذن هو في حاجة بقى أنا كده فهمتها، إن أنا لما أجي أشوف مثلا على سبيل المثال دورك في أكس لارج مع حلمي ودورك الدكتور مع مكي، الحكاية ليها أسس وجذور على ما يبدو. والله هو الحمد لله هي الموهبة بتاعت ربنا، أنا ما كنتش مكتشفها لحد ما دخلت الجامعة، مع إني من وأنا صغير كنت بقعد أقلد ناس كده وحاجات، بس كنت اصلا بألف اغاني ولحن سماعي كده مع نفسي. فكان ده الموضوع يعني، لحد ما اكتشفت الحكايه وخدتني الشغلانه بقى بشكل رهيب جدا. لا احكي لي بقى الحدوته كده، كان يا مكان مفيش والله. ابتديت في الجامعه، كنت في تربيه رياضيه المنيا، وكنت عايز اشترك في نشاط، فخدني حد صديقي وقال لي طب تعالى خش التمثيل وكده، يعني تمثيل ما جربتش، فدخلت الموضوع. فالحمد لله ابتدى يحصل صدى كده في الجامعه، والمخرج يقول لي انت متاكد يا انت اول مره تمثل وحاجات كده، وابتدى المشوار. ابتديت برضو قصور ثقافه وحاجات كده، بعد كده في مركز الابداع عند الاستاذ خالد جلال اللي له كل الاحترام والتقدير طبعا، اللي هو مطلع اجيال كتير جدا هم الحمد لله متالقين في السوق يعني. وكذلك برضو على فكره بحترم جدا يعني، بخص بالذكر شباب وطلاب معهد فنون مسرحيه واللي اتخرجوا واللي موجودين،
وشباب الجامعة. في عندنا مواهب عظيمة جدا، ودكتور أشرف زكي طبعا نقيبنا المحترم، الراجل اللي ما بيسيبش حد أبدا صح. في أي موقف، وراجل له كل الاحترام والتقدير. فالحمد لله يعني المشوار ابتدى بقى، ومعرفتش أعمل جنبه حاجة تانية، يعني معرفتش أشتغل شغلانة تانية، حاولت بس معرفتش. حاولت في إيه؟ حاجات بسيطة كده، مندوب مبيعات شوية، اشتغلت في العتبة شوية، حاولت أشتغل محامي. معرفة أن أنا خريج يعني كلية حقوق أصلا، لأن حاولت من تربية رياضية لحقوق، ورحت رايح على حقوق. آه، وكان وكنت هبقى محامي عقر يعني، بس تحدوتة ربنا يعزك. بس فالحمد لله يعني. طب كنت هتبقى محامي عقر، طب ليه سبت اللي... انا اصلا من زمان بحب الحاجات اللي هي اللي فيها التحقيقات والجرائم والجنائي، كنت بحبه جدا. فحتى لحد دلوقتي ما يمكن ما جاش الدور ده، يمكن ان شاء الله اتمنى لما يجي يبقى في حاجه جديده، فكره مثلا وكيل نيابه، او فكره حد بيحقق في قضايا، او محامي. يعني لسه ما اكتشفتش نفسي في المنطقه دي، بس متوقع ان شاء الله انه ممكن يبقى فيها برضو شغل كويس. اللي كان لافت للنظر بشكل قريب جدا هو من ساعة ما نورتنا وداخل واحنا واقفين بنتكلم انا وانت وصديقنا المشترك مصطفى شفيق وحاجات زي كده، هادي وجاد وصوت رخيم ونبرة عميقة وما الى ذلك. فلما باجي باخد الشخصية الحقيقية وحاول أبص على الشخصيات هنا بقى اللي تقدمت كوميديا، سيبك بقى من أدوار الجد، أنا بعتقد إن دي حاجة في منتهى الصعوبة. ما هو وكمان الصوت، إنك تروح قلبه على صوت الدكتور كده، دي برضو حاجة صعبة. لكن ده بيخليني هسأل، إيه هي الكوميديا من وجهة نظر حمزة؟ والله أنا يعني الكوميديا أنا بقلق منها جدا، مع إنه الحمد لله يعني بعمل كوميدي من زمان وعندي الحس الكوميدي، ولكن بعمل له حساب، وبحب اشتغل دايما من كوميديا الموقف اللي خارجه من الشخصيه. الافيهات موجود برضو نوع من انواع الكوميديا، بس انا مش حريف فيه قوي يعني، الشخصيه هي اللي تخليني اقول يعني، الشخصيه لو مظبوطه خلاص انا بقول منها، فده بيبقى بالنسبه لي زي بر امان كده. والموقف ده اللي بيعلي الكوميديا، مش مجرد مش الافيه. أصلا من الناس اللي بتشوف إن الإفيه حالة زائلة جدا ومش هتضحك كل الناس، وهتلاقيه ممكن إفيه إفيهين يضحكوا وإفيهات تانية لأ، على حسب. إنما الموقف لو حقيقي يضحك هيضحك ناس كتير جدا، نادرا ما تلاقي حد مش هيضحك عليه، إن هو مبني صح وخارج من روح الكاركتر اللي أنا شغال منه، فهيبقى أصدق. قعدت حكيت لي على ظروف مثلا كانت التصوير بتاعك في الكبير، وانه انت كنت عمال بتتنقل من اكتر من شخصيه طبقا للاعمال اللي انت مرتبط بالتمثيل والشغل فيها. صحيح. الفاصله دي انا اظنها شيء مش صعب، هو في حاله استحاله. ده حقيقي هستيريا. لانه الجهاز العصبي طبعا بيتدمر، وفكرة المواعيد، انه مثلا ببقى مخلص مثلا 22 ساعة في مسلسل ورايح اعمل مثلا المشهد بتاع الكبير، اخلصه يبقى مثلا 5 الصبح، اخلص 4 مثلا 3 بالليل، يبقى عندي 5 الصبح حضور في رسالة الامام بشخصية تانية خالص، وبصور في مسلسل اسمه دفعة لندن، اخرج استاذ محمد بكير وكتابة استاذ هبة مشاري حمادة، ومدير التصوير احمد زتون، حد رائع جدا. واستاذ محمد بكير انا اشتغلت معاه كتير، وهو صديق عزيز يعني، له كل التحيه والاحترام والتقدير. وفكره بقى دكتور شرشابي، انا ابتدى الموضوع من الكبير الجزء الاول او الثاني مش فاكر، في دور كده عمال التكييف مع الاستاذ احمد الجندي، واستمتعت جدا بالشغل طبعا مع النجم الرائع احمد مكي، هذا الموهوب جدا سواء في التمثيل او في الاخراج كمان. وبعد كده بعد في الجزء الخامس عملنا اللي هو الدكتور ممدوح ده، اللي هو رائد الفضاء وفكرة المكوك بقى، وكان معايا عمالقة الكوميديا يعني، فكان موضوع صعب، لأن كمان لما بروح الكوميديا أنا الناس خلاص اتعودت في أدوار تراجيدي وحاجات شر وحاجات جد وحاجات كده ورعب، ورعب، فمش متصورين فكرة الكوميدي، مع إن أنا يعني يا جماعة اكتشفوني أرجوكم، بحب الكوميديا جدا وبحب ألعب فيها جدا.
فلما جه بقى الاستاذ احمد الجندي لما طلبني انا ما اتاخرش عنه ابدا، بحبه جدا يعني سواء على المستوى الفني والانساني، هو فعلا حد مبدع بصراحه، مين ما يحبوش حقيقي يعني. رائع رائع، والشغل معهم جميل جدا، وميكي كذلك بيدي فرصه لكل اللي حواليه انه يبدعوا، فبيتلاقي الناس مطمنه في الشغل معاه. وانا بحبه جدا، وبيومي طبعا عمنا وسلام وهشام اسماعيل وكل الكرو، ورحمه ممثله موهوبه جدا لان كنا شغالين مع بعض عرض اسمه ديجافو. فجي الاستاذ احمد الجندي والاستاذ احمد مكي يشوفوا مين البنوته دي عشان تبقى شغاله معاه بقى في الجزء السادس. وقد كان الحمد لله وربنا كرمها وكسرت الدنيا جدا. بس فطبعا فكره الصوت اكتشفت ان هي صعبه جدا، يعني انا عشان اعمل الكاركتر ده دور صعب جدا، وكشف لي صعوبه الطبقه بتاعه حزلقوم اللي بيعملها ميكي، وميكي صوته في الحقيقه يعني يعمل كده فصعبه جدا، فكنت بعاني الحقيقه فيها، لكن الحمد لله ربنا كرم يعني، والمشهد والله فوجئت بردود افعال الجمهور العظيم يعني. انت كنت متوقع ان الناس رد فعلها يبقى كده على الكبير؟ توقعت انه ممكن يبقى اللي هو مشهد لطيف، مشهد جميل كويس، لكن ما توقعتش انه يبقى عامل كده. ده منتشر، كنت يعني اتمنى ده من الله طبعا، والحمد لله حصل. انتشار النار في الهشيم، انت مش متصور يعني، ده بجد ما شاء الله. انا عايز استاذنك نشوف مشهد من الـ من الـ من الكبير تحديدا، فهنضحك من قلبنا ده جدا. وانا قلت لك حتى انا فعلا انا اتفرجت على 3 الصبح ضحك، انا خايف اصحي الناس والله العظيم. والله ما تعرفش كلامك ده اسعدني ازاي، والله ابدا فعلا اقل حاجه على اي حاجه يعني. والموضوع يعني مش سهل حد يعني يخليك تضحك، فان انت تقول كده دي حاجه عظيمه والله على راسك. تعالى نشوف المشهد ونبدا بقى نخش على الكلام الجد حبتين، بس لازم اشوف المشهد، انا مدمن المشاهد دي بالمناسبه. انت اتخبلت يا ربيع؟ ايه دماغك دي فيها خرشوفه؟ حد يعمل كده؟ أنا آسف. رضا آسف، دي غلطة ما يغلطهاش طالب في تانية طب. ما أنا عشان كده جاي لك يا بروفيسير عشان تشوف لنا حل. اغرس يا 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 لا مؤاخذة يا بروفيسير، مع احترامي يعني أنا ما أقصدش أقطع الحديث يعني، بس يعني برضك اليد في المية مش كيف اليد في النار. أنا ولدي بيروح مني، ولدي بقى كيف جدي. أنت مين؟ إيه مين ده؟ انت جاي عشان العربيه الفرنه؟ فرنتي ايه؟ لا لا ده والد الحاله. الحاله السيستافا يا لؤي، السيستافا بتاعت ايه يا بروفيسور؟ زيستافا ما بقتش موجوده في السوق اصلا. زيستافا انت بتقول ايه؟ امال ايه؟ والد الحاله المريضه، الولد اللي اديت له التركيبه الغلط. الواد اللي كبر وتخب ده. ايوه هو ده. طيب انا محتاج اراجع معاكم شويه معلومات عشان اتاكد بس ان انا فاهم صح. براحتك يا بروفيسور، احنا معاك للسنه الجايه. سنة جاية ايه يا بارد يا متلحم؟ الواد بقى رجلي في الدنيا ورجلي بره، بقى اكبر من جدي بقول لك. شكلا بس، انما موضوعا قلبه قلب طفل. طيب خلاص خلاص، ما تقلقش يا كتير. كبير. اسمه الكبير. ما تقلقش يا كبير، كل حاجة وليها حل. احنا هنمشي مع بعض كده على الخطوات وان شاء الله هنوصل لحل. تمام؟ انت دلوقتي بتقول ان هو انت خدت الجينات التركيبة وبتاع تسمين العجول عشان تديها للواد اللي يا شريف بالراحة على السربنتينة، العربية سخنة، أنا مش قايل لك حط لها البوسة دول في الشكمان وغطيها لحد الصبح، بكرة الصبح تدورها هتلاقي الصدر بيشخلل، تغلي ورقة جوافة وتحطه في الريديتير، دور لو كحكحت لقمها البندكر على غيار الزيت. الله الله استغفر الله، يهدي ما تيلا يا شريف. دي خلاص يعني، يعني بقى كل الناس بتروح دلوقتي تقعد والله الحمد لله. بخلاف طبعا ان بيومي فؤاد مذهل مذهل كما جرت العاده، انا لاحظت حاجه بقى انه هي الكاركتر بتاع الدكتور ده غير ان هو راجل بيصلح عربيات وانا مش عارف ايه اللي علاقته بالابحاث العلميه، في تركيبة حاصلة ما بين شكل الشعر، النضارة شديدة الغرابة اللي هو لابسها، الصوت، كل ده أمر ملحوظ. أنا اللي ركزت فيه جدا إن في همة كده هو بيعملها. أيوه دي الحاجات دي بتبقى حاجة موجودة في ذهن حمزة
او حاجه قاعد عمال بيحضرها حمزه، او حاجه بتحصل وحمزه شغال بيلاقي نفسه بيعمل كده؟ لا، وانا شغال ده بيبقى ارتجال. حتى دوري في الدكتور ممدوح اللي كان برضو في الكبير كان برضو كده. موضوع صعب جدا، وهو بتاع ربنا فعلا، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى فعلا والله اللي بيخلينا نقول، وهو اللي بيدينا القبول، وهو اللي بيخلينا اللي بيلهمنا الافكار دي حقيقه. الواحد ممكن يبقى ليه مثلا قدر واحد في الالف من ده. وطبعا في ناس ساعدت، يعني احمد مصطفى اللي عامل الكوافير والحاجات دي ساعد في الشكل. اسلام اليكس برضو فكره الصلعه، ومعاه بنوته اسمها زينب هي اللي عملت الموضوع ده. فاتعمل الكاركتر وحسيت ان في حاجه ناقصه، قلت لهم عايز نضاره، فجابوا لي كام نضاره، قلت لهم ايوه هي دي. طب البيبيونات، فقعدت انقي ده. الصوت ما كانش، ما فيش حاجه حاضره يا استاذ يوسف. كله كده. فاتناقشت مع استاذ احمد الدين دي، هل اعمله كده ولا اعمله صوت رفيع؟ قال لي تعالى نجرب الرفيع. اتورطت طبعا، طبعا اكتشفت ان الطبقه صعبه جدا. وانا كمان صوتي رايح بسبب الشغل في الحاجات التانية، وعندي في رساله الامام في طبقه تانية، وفي زعيق، وفي حاجات، موضوع صعب، وفي ارهاق شديد لاني كنت بصور بقالي شهور. فالحمد لله ربنا كرم يعني. هنا هروح على رساله الامام. من كوميديا مذهله جدا 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 لشخصيه طاغيه مهوله ممتلئه بالمشاعر المتضاربه، بنظرات عين شديده الشراسه، بحتى ملامح عماله بتستريح وتنقبض. ازاي تحديدا الشخصيه بتاعه السري في رساله الامام عملت فيها ايه؟ يا ده موضوع يعني. هو الموضوع ابتدى اصلا بمكالمه البشره الجميله من الاستاذ الكبير المبدع تامر محسن. انا بحبه جدا جدا على المستوى الانساني والفني، قد ايه هو مبدع. فبشرني بان انا هقعد مع الاستاذ الليث حجو. ما كانش يعرفني الراجل، وما كانش يعرف ناس كتير. وروح ما رحنا قعدنا واتكلمنا، قد ايه اكتشفت ان هذا الانسان المخرج العبقري المبدع واعي جدا لكل التفاصيل، وملم بتفاصيل الشخصيه، بالاحداث، بالعصر، بكل الشخصيات. فلما اتكلمنا مع بعض قال لي انت هتعمل دور السري. قلت له ده مين يا رئيس السري ده؟ قال لي ده كان قائد يعني من كبار القاده في الجيش وقتها وفي الحاجات. قلت له رئيس انا اعمل بتاع الاسوس في الفسطاط بالنسبه لي تمام، انما ده دور تقيل وصعب. فقال لي لا هتعمله. وكان الثقه كبيره جدا منه. واكتشفت بقى في الشغل قد ايه هذا الرجل واعي ومثقف ومهذب وبسيط، وسر الابداع في البساطه. والشيله كانت ضخمه جدا قوي وتقيله، وفي وقت مكثف جدا. الناس كلها بذلت قصارى جهدها الحقيقه في الموضوع، كله تعب. طبعا الاستاذ خالد النبوي، هذا النجم العالمي الرائع الجميل اللي فعلا قدوه والله، دي كان ثالث مره اشتغل معاه. وشرفني جدا طبعا، وعملت معاه مشهد واحد في المسلسل، كان نفسي بقى اكتر من كده. بس هو الموضوع، احنا كلنا في ظهره. في انتاج طبعا ضخم من شركه ميديا هاب مع الشركه المتحده، يعني عمل فعلا. انا لما شفت من اول حلقه كده فخور، حسيت باحساس رائع. محطه مهمه في حياتي انه العب دور تاريخي بالثقل ده مع اساتذه كبار زي دول. وطبعا في ممثلين رائعين في المسلسل كله، بس مش عايز اسبق يعني مش عايز اسبق الحاجات. فالدور ثري جدا وصعب، ومكتوب حلو جدا من محمد هشام عبيه وفريق الكتابه بتاعه، لانه الموضوع طبعا ضخم جدا، وكان كاتب كتابه حلوه جدا، والخط قوي، وقصه حبه مع حسن اللي بتبين الجانب الاخر الرومانس اللي عنده، وقد ايه الراجل ده سياسي محنك ورجل حربي. يعني موضوع كبير جدا. اتمرنا طبعا، صحيح الوقت ما كانش كبير، لكن كان الناس بصراحه، الشركه كتر الف خيرهم، وفروا لنا فكره التدريبات الفروسيه والخيل والسهم والقوس مع كابتن عزب، بوجه له تحيه كبيره، لانه هو اللي دربني على المعركه كمان اللي هي بعد ما شفت اول لقاء بيني وبين الفنان نضال الشافعي. هذا الممثل العبقري اللي استمتعت جدا بالشغل معاه.
هو ووليد فواز ممثل العملاق جدا دور المطلب، وابن الوالي ايمن طعمه، والاستاذ خالد القيش، والاستاذه فرح بسيس، ويعني في ناس، ومحمد علاء جامايكا، في عمالقه انا خايف انسى حد، بس في ناس كتير جدا لهم كل الاحترام والتقدير. استمتع، احمد ماجد طبعا. يعني انا ببص، انا ما بعرفش اتكلم عن نفسي اكتر ما بتكلم على الاخرين اللي هم فعلا يعني يستاهلوا كل الاحترام والله، وتعبوا جدا وكل واحد اخلص في دوره. والموضوع كان رهيب، يعني فكره الديكور اللي اتبنى بسرعه جدا. استاذ عادل المغربي طبعا عامل شغل رائع، هو اتبنى بسرعه وبدقه، بدقه ده حقيقي مذهل. والله. والكرو اللي معاه، وموضوع الناس مستهونه بيه برضو، لا عمل تاريخي، دي حاجه بتقعد سنه فيها تحضير واعداد، الموضوع جه بشكل مكثف وسريع جدا، فالنتيجه اللي طالعه بالنسبه لي مبهره. صوره رائعه من تيمور مبدع بديع في الصوره. الدكتوره سامية عبد العزيز عامله ملابس رائعه. فالحمد لله التجميعه كلها طلعت عمل انا شايف والله ان احنا نفخر بيه كمصر وكوطن عربي قدام العالم كله. قوي 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 جدا يعني، العمل في لو صح التعبير يعني انه المنطلق الفكري اللي وراه شيء مهم، والعمل نفسه في تفاصيله معمول بشكل فائق. ده حقيقي، ومراجعات من الازهر ومن هيئات اخرى، ما فيش حاجه بتعدي كده. والموضوع مهلك ومتعب جدا، سواء في اللغه بس، فكره التشكيل طبعا. والحاجات، وتركز في الاحساس والملابس، على طبعا اللي لابسين اللبس الحربي دول. موضوع صعب جدا، وانا كمان عشان اعرف اعمل الشخصيه دي مظبوط اضطريت البس حاجات تضخمني، لانه كده انا جسمي برضو تبان مقاتل من هذا العصر طبعا، وهم كانت اجسادهم بطبيعه الحياه اللي هم عايشينها وبتفاصيلها بالظبط. فكان الموضوع صعب، فالحمد لله ربنا يعني وفقنا كلنا والله، وفخور والله جدا بهذا العمل، وسعدت جدا بالشغل مع الاستاذ الليث حج، وقد ايه فعلا هو مخرج مبدع، وعامل صوره وعامل رؤيه، وبيتكلم وبيستقبل وبيضيف، وكان هو البوصله، هو المرشد لينا فعلا، في لان احنا برضو مهما قرينا في ناس طبعا زي علاء عزمي، هو اللي وفر لنا حاجات كتير تخص البروفايل كاركتر بتاعت الشخصيات، والمراجعات التاريخيه، المراجعات التاريخيه، وحاتم الاطير، وكان هو اللي بيصحح لغه، وانضم مؤخرا احمد يحيى صديقنا ممثل وحد شاطر جدا في اللغه العربيه، وفي امير صلاح الدين طبعا عامل دور ادريس رائع. الادوار كلها حلوه قوي، ورامز امير وسلمى بضيف واروى جوده طبعا اللي استمتعت جدا بالشغل معاها. كان نفسي اشتغل مع كل الناس والله، في حالة كانت رائعة في التمثيل، يعني احنا كنا بننسى نفسنا. الحالة بتاعت اللوكيشن والتصوير دي صدقني امتع حاجة بنخرج منها من العمل. انا ممكن اشتغل مسلسل اطلع منه بمشهدين هما اللي رحت فيهم، لانه ظروف التصوير صعبة، نقعد نصور مشاهد كتير، فبتبقى في لود وفي تركيز عالي قوي، فانا لما بيجي مشهد كده بتستمتع بيه ببقى مروح طاير من الفرحة. أنا عايز نكمل كلام في النقطة دي بالذات، الشغف الواضح جدا، واللي بالنسبة لي بقى أنا كمشاهد مش بقى مذيع معاك هنا في الحلقة، إنه أنا بصدق كل الأدوار اللي بتعملها. وبالمناسبة مش بس الضحك، المسألة بالنسبة لي أبعد، هقول لك بس هستأذنك نشوف مشهد كمان بقى من رسالة الإمام، الشرير الطيب السوري، ده بيفكرني بالحجاج ابن يوسف الثقفي. طبعا. لأنه كان شخصية مركبة جدا، وكان المبدع ربنا يا رب يديله الصحة أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة لما مستعز. عمل الشخصية، وكان أستاذ نور شريف رحمة الله عليه كان هو شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز طبعا. حاجة مخيفة جدا طبعا. يعني هنشوف المشهد وهنرجع، أصلا أنا برغي، فهنشوف المشهد وهنرجع نكمل الكلام. اتفضل. أمي تحب التوابل ودنانيره أيضا، إذا لي يا أبي سأذهب إلى دكان الست حسن، وأنا سأذهب إلى السيدة نفيسة. قد أبلغ أمر مولانا الخليفة على الملأ، ويعلق على باب الجامع الكبير ليراه القاسي والداني. قد أبلغ أمر الخليفة على الملأ، ويعلق على باب الجامع الكبير
ليراه القاسي والداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. يا أهل الفسطاط، اليوم عهد جديد، وهذا العهد يتطلب منا أن نتكاتف ونتعاضد، فيد الله مع الجماعة. أين الشافعي؟ أين هو من كل ما يجري الآن؟ سنعتصم بحبل الله جميعاً ولن نتفرق، فالقادم خير بإذن الله. سنشيد ما استطعنا من بنيان ونبذر الحقول، وسيفيض خير النيل على كل من حاذاه أو جاور مجراه. سيعم الخير على كل أهل مصر على اختلاف ما يعملون وما يعلمون. سنكون يداً واحدة لنصرة الحق لصالح البلاد والعباد بإذن الله الواحد القهار. نبرة الصوت واستخدام الصوت في حالته المثلى، انه انا عندي صوتي ربنا اداهولي بشكل معين، بس مش كل الناس هتستخدم صوتها في الصح. هنا انا شايف قدامي حاكم قاهر قوي معتد بنفسه، عنده اعتزاز، ما عندوش مانع انه يمارس الشر من وقت للتاني. نظرة اخيرة لأروى جودة، مش فاهم هو عاوز يعمل ايه او عاوز يقول لها ايه. بصة كده اللي هي كده، فهي ما بين القلق وما بين الوجل يعني. صحيح. لهذا السبب كنت انا بقول لك انا المسألة بالنسبة لي حقيقي مش هزار، ابعد بكتير من اللي انا قلته في رمضان. والمسألة مش بس متعلقة بانه انا ما بضحكش، طب انا غتت ده موضوع تاني، لكن انا بصدق كل حاجه بيقدمها حمزه العيلي، بصدق. ربنا يبارك لك. فببقى واصل لمرحله اللي هو شرير عايزين نقتله، او الله ده جميل، او يخرب بيت كده ايه الضحك ده، وهكذا. وهنا هاخدك على المسلسل اللي انا بنسى اسمه لكن ما بنساهوش، مسلسل الرعب اللي عملته انت ورودي، كان اسمه الشقه سته. انت بعتني مئات المرات في هذا المسلسل، وانا اظن هنا بقى انه طريقة تمثيل مسلسل مشوق رعب تختلف عن ان انا بعمل مسلسل تاريخي او ان انا بعمل دراما اجتماعية الى اخره، ولا انا بفتي؟ إيه لا طبعا اكيد كل حاجة بتختلف عن انا بس اسمح لي يا ريس، اسمح لي انه في ناس في المشهد اللي فات ده محتاج اوجه لهم شكر واذكرهم، لان هم فعلا ابدعوا في ادوارهم، زي احمد الرفعي، زي الاستاذ جمال عبد الناصر طبعا، الاستاذ الكبير الرائع ده، وشباب رائعين زي جداوي وزي فاتن ومونيكا، دول بنتين من المعهد لطاف جدا اللي عاملين اولاد بنات الامام وفدوى، في ناس كتير جدا انا اخاف والله انسى حد، واحمد ابو زيد، ويعني لهم كل الاحترام والتقدير، انا اسف والله لو نسيت حد، لكن هم كلهم يستحقوا التحية. يعني احنا هنا قاعدين مع فنان مهم ونبيل بالمناسبة، ربنا يخليك، يعني اللي بتقوله ده نبل بالمناسبة جدا يعني، ربنا يخليك يا رب. فيما يخص بقى حضرتك بتسألني في الاختلاف ما بين شخصية والتانية، صح؟ وبالذات في الرعب، يعني بشوف الرعب ده حاجة صعبة جدا، انك اصل احنا اتبعتنا وانت فاهمني، لانك انت عارف المسلسل، لكن هي المسألة مش بس في البعت، انه انا بروح معاك وبرجع تاني وبروح، ومسلسل رعب لازم يخوف.
لازم. لو ما خوفش نبقى داخلين نهزر، فاحنا خوفنا. انا اسف والله. لا ارجوك، انا ببقى مبسوط يعني. انا يا استاذنا الفكره في انه الحمد لله رب العالمين انا تمنيتها من ربنا لما اكتشفت خلاص ان انا هو ده المجال بتاعي. انه اكون بختلف من دور للتاني، واني العب فن التشخيص ده كما يجب. مش يعني ما هو انا بالنسبه لي الممثل، وطبعا ده لا يمنع يعني ما كلهم اساتذه وزملاء رائعين ولهم كل الاحترام والتقدير، ولكن هي بتبقى ملكات مختلفه من شخص لاخر. ممكن يبقى في حد عنده الموهبه ولكن مش نجم. في حد عنده القليل من الموهبه ولكن مجتهد وعنده فكره النجوميه. ياما ممثلين عمالقه يلعب في الدور الثاني عظيم، بس لو شال دور لوحده بطوله ما مش عنده فكره النجوميه. فالممثل نوعين، يا اما نوع بينجم نفسه اللي هو هو اللي بصمته اقوى من بصمه الشخصيه، ولكن بيلعب دور دكتور، دور ضابط، دور ايا كان. وفي اللي بيشخص الدور، ده اللي يعني في حد هو اللي بيروح يوصف الشخصيه، وفي حد اللي بيقرب الشخصيه ليه، والاثنين موجودين والاثنين صح على فكره. ولكن انا بحب اكتر فكره التشخيص. طبعا مهلكه جدا على كل المستويات، البدنيه والجهاز العصبي والجهاز النفسي. يعني موضوع صعب، زي مثلا شقه سته مع النجمه الجميله روبي. روبي ويعني المسلسل كانوا كاتبينه برضو شباب رائعين، وحيد وسعاد ورفيق والاستاذه دعاء برضو، واخراج الاستاذ محمود كامل. مسلسل كان جميل والله، وحقق نسبه مشاهدات كبيره جدا. الدور ده انا حبيته، دور زياد المؤلف ده اللي ظهر في الاول كشبح. كان الناس بتخاف منه، بعد كده لما عرفوا قصته كان تحديدا في الحلقه التاسعه هي اللي كان فيها الموضوع. استمتعت جدا بالشغل فيه والله. فكره بقى التنقل من شخصيه للتانيه ده لعبه. اساس الموضوع عندي المسرح. المسرح ده هو البابا، هو الـ هو الـ هو الاكسير طبعا. هو الحمد لله انا بتجلى فيه المسرح، يعني موضوع مختلف تماما غير الكاميرا. بعشق المسرح فعلا بكل تفاصيله. وفي ناس تقول انه المسرح اصعب من الكاميرا. لا، هو كل حاجه وليها صعوبتها، ولكن انا شايف ان شغل الفيديو يعني او الكاميرا او السينما اصعب بكتير. معقول؟ بالذات الدراما المسلسلات طبعا. حلو. المسرح ده انت قاعد قدامك جمهورك، والجمهور هيتفاعل سلبا وايجابا. صحيح. بس هو انا بعمل وقت فيه البروفات شهر، شهر ونص، شهرين. فاوريدي مالك زمام امور الدور. الخضة بس في اول يوم، تاني يوم بعد كده خلاص. وبتكتمل الشخصيه على فكره، حتى الـ مهما اشتغلت عليها بتلاقي مثلا في اليوم الثلاثين الشخصيه وضحت. انما انا في الدراما ايه اللي بيحصل؟ ساعات في حاجات بنشتغلها بتبقى جايه النهارده بنشتغلها بعد بكره. بنشتغلها بعد خمس ايام. كميه مشاهد رهيبه في الاول وفي النص وفي الاخر، وانا لسه ما جمعتش الدور. ممكن انا مشهد دلوقتي بنضحك وبنهزر، المشهد اللي بعده فيه عياط ودموع. بالعشرة والاتناشر والخمستاشر مشهد في اليوم. لا، موضوع دي حرفة تانية. عنده المسرح يعني اقعد افكر معاك كده بصوت عالي اقول طب مثلا في حد عكر له مزاجه وهو رايح على المسرح وخلاص، ده احنا هنرفع ستار، فهتعمل ايه؟ والله بقعد افكر في كده. لازم الواحد لازم نفصل. وبيحصل ساعات على المسرح نفسه، ساعات الواحد بيبيض بيبقى مش فاكر الجملة، ودي اصعب حاجة. او اي موقف يحصل ازاي الممثل يتعامل معاه. شغل طبعا ليه الحرفه بتاعته، بس هو ممتع جدا في انه انت يعني بتطلع كل اللي جواك في التشخيص. الفعل المسرح ده رائع، حاله تانية، حاله لايف كده، بتاخد السوكسي بعد ما بتخلص. فعلا الواحد بينسى نفسه. انما الكاميرا احنا بنقعد نكت ونعيد، وفي زوايا حقيقي اصعب. هنا هاخدك وهنطلع على الكتيبة 101. ما بين مسلسل بيقدم ملحمة بطولية،
هي ما بين قوسين برضو تاريخ وإن كان قريب، وعندي رسالة الإمام هو في النهاية برضو تاريخ وشخصيات حقيقية. أيهم الأصعب، التاريخ القريب والمتعلق بملاحم وبطولات وأشياء من النوع ده، ولا التاريخ القديم؟ يعني وانت بتجسد الشخصيات مين اللي بيبقى أصعب عليك؟ والله الاتنين صعبين جدا، بس أنا عشان في الكتيبة يعني اتشرفت اني اشتغلت فيه، هو كان مشهد واحد خد مني هم وهو نص يوم. كنت بعمل شخصية الرائد البطل كريم بدر، له كل الاحترام والتقدير، هذا البطل اللي شاف لحظات صعبة جدا، وطبعا كلهم والملازم أدم شباشي ورشيد محمد عبده، وعرفت لما روحت اشتغلت قد إيه الناس دي بتواجه صعوبة. ده بيبقى نازل شايل روحه على كفه، وفكرة التعامل جوه الدبابة، التعامل مع لو في العدو أيا كان، موضوع صعب جدا. أصل الشخصيات البطولية الملحمية اللي في تاريخ شديد القرب زي دي، أنا بعتقد أنه بيبقى عندك مسؤولية، عندك حمل، أنت بتقوم بدور راجل بطل في تاريخ شديد القرب. صحيح. ساهم في إنقاذ البلد دي، فبيبقى حمل. مظبوط، وأمانة ومسؤولية كبيرة جدا. بتبقى يعني أنا برضو ده حصل بشكل فجائي، يعني فجأة طلبوني برضو في وسط الهلومة اللي أنا فيها دي، بس قلت لهم يشرفني ورحت فورا عملت ده، وقعدت أتفرج على الفيديو بتاعه. ده راجل شاف لحظات صعبة واتضرب بدانة وفقد ذراعه وقام وكمل لآخر لحظة لحد ما جاله الدعم الثالث، لأنه كان رايح أصلا دعم. فاللحظات دي، اللحظات اللي حصلت دي عاملة إزاي؟ حسيت إحساس رهيب، فاتشرفت جدا والله وبشكر المخرج محمد سلامة وكل الأسرة بتاعة الكتيبة 101. ظروف التصوير صعبة جدا يا أستاذ يوسف، جدا، إن هما بيصوروا في صحراء وفي ضرب وفي حاجات زخيرة، وفي يعني موضوع حقيقي صعب جدا. ربنا يكون في عونهم، وعملوا عمل مشرف ورائع، وكل سنة بيعملوا أعمال مشرفة، وبنتمنى نشوف كمان حاجات واسعة المدى في الموضوع ده، وحاجات قديمة في برضو. يعني ما شاء الله، يعني الجيش المصري طول الوقت بيثبت قوته، وقد ايه هم دخلوا في مواقع ومعارك وحاجات كتير وانتصروا، ويعني ربنا يرحم كل الشهداء جميعا يا رب، ابطال والله. فكان حاجه مشرفه جدا ان اكون في الكتيبه 101 بمشهد. طب قبل ما اشوف مشهد من الكتيبه 101، المشهد بتاعك تحديدا، انا مش عارف السؤال ده صح ولا غلط الحقيقه، بكلمك بامانه، يعني ايه 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 التجربه اللي تحب تعيدها تاني وتالت؟ هل الادوار التاريخيه او دور بطولات ملحميه او الكوميديا وهي شديده الصعوبه جدا، يعني لانه الغلسين على قفا بيشيل زي حالتي كده، ولا هي الادوار اللي نقدر نسميها ادوار اجتماعيه بس شديده التركيب وسايكو وحاجات زي كده، وعنده نزاع ما بين 5000 عاطفه و5000 شعور وهكذا، يعني دور القاتل انتوني هوبكنز، متخيل حاجات زي كده، يعني رجل كان بيشوح مخ الرجل وهو صاحي قدامه وبياكله له، يعني ايه الجبروت ده؟ وفي نفس الوقت برضه انا ما كرهتش هانيبال لكتر الحقيقه خالص، انا واقع في اسر أنتوني هوبكنز طول الوقت. إيه الحاجة اللي حمزة العيلي عاوز يعملها؟ صدقا والله يا أستاذ يوسف، أنا نفسي ألعب كل ده، ولكن كل حاجة تبقى واخدة حقها ومتحضرة بشكل مظبوط صحيح. عندي شغف ألعب كل ده طبعا، يعني نفسي ألعب دور ضابط، ضابط بطل فعلا، ليه مواقف في المعاملات عموما اللي واجهها ما جربتش ده قبل كده غير في هذا المشهد فقط. جربت عملت دور ضابط كده في مسلسل اسيا، كان بطوله الاستاذه منى زكي،
المتألقة السنة دي في تحت الوصاية وكل الكرو اللي معاها، وطبعا محمد شاكر خضير وإخراج الأستاذ محمد بكير، بس ما كانش الحاجات الملحمية دي، فنفسي ألعب دور كده. حتى على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك العسكري العساكر الصغيرة دي طبعا اللي هم الكبار مقاما، ولكن دول الترس اللي لو حصل له مشكلة يوقف طبعا دروس كبيرة طبعا من سلاح المشابهة لكل الموضوع كبير جدا. ألعب من أول العسكري لحد الضابط، أتمنى ويشرفني. أحب طبعا ألعب بقية الأدوار التانية، لسه ما حدش شافني بشكل حقيقي برضو في الأدوار السايكو. في مشاريع إن شاء الله يا رب أتمنى أعملها، أرجوك أعمل كده أحضرها يا رب، بس الفكرة نلاقي الإنتاج اللي يؤمن بينا إن شاء الله ويدينا الفكرة دي، وهتبقى تجربة بالنسبة لي جديدة، لأنه فكرة البطولة دي أو أنك تبقى شايل عمل دي مسؤولية كبيرة جدا. أنا لما بروح ألعب كده في أدوار تانية ما ببقاش أنا البطل، بلعب براحتي، إنما فكرة أن أشيل مسؤولية أنه نجم العمل أو البطولة، ومفيش حاجة اسمها حد لوحده على فكرة، إحنا كلنا بنكمل صح. بعض يعني، حتى نجم العمل من غير اللي حواليه مش هيعرف يعلى ويبدع غير لما يكون معاه ممثلين يشيلوه، لأن هي حالة في الآخر. هتصدقني ولا لأ؟ هي دي الفكرة. فده قايم على العلاقة اللي بيني وبينك في الشغل. يا سلام لو في علاقة صداقة بره الشغل، ده بيدعم وبيعلي الحاجات أكثر. طبعا. ولكن لو حضرتك مثلا عامل دور أخويا وأنا لسه متعرف عليك النهاردة وفجأة يلا أكشن بنمثل، في حتة كده هتبقى هناخد وقت على ما نوصلها في الصدق اللي بيننا، غير لما نقعد مع بعض صح. ونشتغل ونراجع ونعمل ونفتح مع بعض في المناطق، فهنكون صادقين للمشاهد اللي بيشوفنا. طيب أنا هستأذنك أروح لمشهد بتاعك في الكتيبة 101، وفكرني لما أرجع صحيح لفض لما نرجع هنختم، بس وكان لما أرجع أقول لك أنا ليه هبقى فرحان قوي لو عملت دور سايكو، هبقى فرحان هبقى فرحان لنفسي. يعني ليه كمان دور صعيدي؟ إن أنا أصلا أنت منياوي صعيدي. فأتمنى يعني لازم تلعب دور سايكو، دور صعيدي سايكو الاثنين مع بعض. يا لهوي تبقى حد وانت، تعالى نشوف الحته دي الاول ونرجع لو انت. اللي تحب الافلام بتاعه الحروب دي، وبعدين انا اصلا عندي وجهه نظر كده في الافلام بتاعه الحرب العالميه الثانيه وبتاع، هي نصها على راي عمرو اديب هنتريش، لا هي كمان في هنتريش، احنا عندنا بطولات بجد حقيقي، فبحب قوي ان احنا نكتر من ده. قبل ما هنمشي وانا اقول لك ليه هفرح قوي لو عملت دوسك، مره زمان كنا في بيت السينمائي الرائع رحمه الله عليه استاذ فؤاد التهامي، والد صديقي محمد التهامي، وكان استاذ فؤاد هو صاحب ابويا الله يرحمه، وكنا عندهم في البيت، وكان معانا بقى مين معانا؟ هو ده اللي انت قلت عليه البلاك اوت اللي بيحصل في حاجات منطقيه مش المفروض انها حد من استاذ رأفت الميهي الله يرحمه يا رب. فهم كانوا ثلاثه اصحاب وقاعدين بيتعشوا سوا في البيت عند استاذ فؤاد تهامي وحاجات زي كده، وبعدين انا رايح بابا كلمني قال لي عدي عليه عشان تروحني، حاضر. فانا رايح فقعدت حبه، فصرفت بيها قال لي بقول لك ايه يا يوسف؟ قلت له ايه؟ قال لي انا عايزك تمثل. فضحكت كده قلت له همثل ايه؟ قال لي هتمثل معايا فانتازيا، تمثل معايا ايه؟ قلت له لا. قال لي لا؟ قلت له ايوه، انا اذا مثلت
عايز بقول لك ايه؟ انت عايز نمثل؟ قال لي اه، هو كان يحبني يعني. قلت له انتج لي احدب نوتردام. قال لي وانت هتطلع بدور ايه؟ قلت له الاحدب. بتكلم جد والله العظيم. قلت له انا طبعا ولا بعرف امثل ولا ليا في التمثيل، انا كل القصه ان انا بشوف ان الادوار اللي هي مليانه تضاربات بتاعه مشاعر، وحتى ما كنت بقول على احدب نوتردام ده راجل بيحب ازميرالدا وفي نفس الوقت بيكره عدم احساسها بيه نظرا لشكله اللي بالنسبه لها مش جميل، وهي بتحب واحد تاني فهيساعدها توصل لقلب التاني برضو، يعني انت متخيل التركيبه المذهله المهوله. فهبقى فرحان فرحه يوم ما لان انا مش مؤمن بيك يا حمزه، انا معجب بيك اعجاب فظيع. يشرفني. فيا رب يا رب تعمل اقوى واصعب دور مركب ويبقى عندنا انتوني هوبكنز بتاعنا اللي انا متاكد انه عندنا اهو يا حبيبي. أهو يا ريس والله العظيم. ربنا يخليك يا رب يا استاذ يوسف، والله شهاده غاليه جدا. فانا خدت الختام لنفسي صحيح وانا بحكي، لكن حقيقي لانه انا فعلا فعلا سعيد بيك جدا وفرحان بيك جدا ومقدرك جدا، وانا اقدر اقول لك انه ده احساس عام عموما. يعني انا بشوف ناس كتير بحكم الشغلانه وبقابل ناس كتير وحاجات زي كده، في الكل يتحدث عنك حديث يا حبيبي يا استاذ الماز. والله الماز انا بشكرك جدا جدا والله، مش ومفيش كلام يوفي حقك. لا لا والله خالص خالص، ده مفيش كلام يوفي حجم موهبتك، ويا رب يمد في عمرك كده ويبقى يعني اشوف الاوسكار على ايديك يا حبيبي باذن يا حبيبي. الله ربنا باذن يبارك الله ويعزك ويزيدك، وبشكرك جدا وبشكر اسره برنامج التاسعه، وفخور وسعيد ان انا بصور معاك هنا في التلفزيون المصري العريق. الله بجد استوديو 10 اه طبعا، ونفسي ان شاء الله يرجع القطاع الانتاج ينتج تاني الاعمال اللي عايشه في وجداننا لحد النهارده باذن هيحسن. الله باذن الله باذن الله باذن الله. نورتني وشرفتني واشكرك، وعيد سعيد عليك يا رب وعلى كل البشريه وعلى كل الجمهور والشعب المصري العظيم والوطن العربي. اللهم امين اللهم امين. طبعا مش هتروحوا في اي حته، انتوا معايا في التاسعه، السهره لسه مستمره، خليكم معانا بعد اذنكم.